بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميعادنا النهاردة مع الدرس 22 من دروس الجافا سكريبت. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض موضوع الأري، المحاضرة رقم 4 في الأري. المثال بتاعنا إن شاء الله يكون مثال سهل جدا، في فكرة المثال اللي فات ولكن في إضافة بس بسيطة. أنا هنا عرفت متغير، المتغير ده سميته number of students، عدد الإيه الطلاب بتوعي. انا عايز اعرف عدد الطلاب بتوعي وبناء عليه هحط لهم درجات معينة، فسميت المتغير ده اسمه number of student. تمام، عندي متغير تاني اسمه mark array، واضح من اسمه قوي ان انا ده هيكون بالنسبة لي عبارة عن مصفوفة الايه الدرجات، هحط درجات الطلاب. فهنا مثلا number of students عندي 3 طلاب، يبقى هنا اصبح عندي مصفوفة فيها 3 درجات للطلاب. تمام، كل طالب ليه درجته. هنا بيقول لي number of students المتغير اللي فوق دوت هتروح تحط فيه ايه، هتقول له بي equal وتروح تحط فيه الكلام ده. هو انا عملتهم على 3 سطور علشان خاطر بس الشاشة بتاعتي، لكن انت مفروض انك انت بتكتبهم على سطر واحد. فهتقول number of students بي equal، بي equal ايه البارس فلوت. طب سيبك من البارس فلوت دلوقتي، خلينا في الويندو ديت، ويندو دوت برومبت. واضح ان هو هيطلع لي ايه برومبت، البرومبت دوت هيروح اليوزر يكتب فيه قيمة معينة. فهنا بيقول له how many students do you have، كم عدد الطلاب اللي عندك. فهنا لما بيقول لك عدد الطلاب اللي عندك، اذا هتخزن الكلام ده في فين، في المتغير اللي اسمه number of students. فهنا بيسألك الاول انت عندك كم طالب، فتقول له مثلا عندي 3 طلاب. طب الثلاث طلاب دول بالنسبة لي اصبحوا string. طب ليه اصبحوا string؟ لانك انت جبتهم عن طريق البرومبت، فمش هتعرف تتعامل معاهم كأرقام. طب الحل، احنا عارفين الحل، الحل ان انا اروح اعمل بارس فلوت للناتج اللي هيطلع من البرومبت. فهمتوها؟ بارس فلوت للويندو دوت برومبت، روح يعمل لي بارس فلوت، روح يعمل لي تحويل للقيم بتاعه الايه اللي هيكتبها اليوزر. فاليوزر مثلا هيكتب 5 طلاب، هيطلعوا 5 طلاب. انا سامع حد بيقول لي ملاش لازمه البارس فلوت. ليه بارس فلوت؟ اصل ممكن يكون عندي 3 طلاب ونص، 3 طلاب و2 من 10. كلامك صح، يبقى الافضل بدل بارس فلوت الافضل تعمل بارس انت، لان انا هحولها لقيمه في النهايه، قيمه ايه، قيمه صحيحه انتجر، مش معقول يكون عندي مثلا 3 طلاب و2 من 10. فالافضل ان انا اشتغل بالبارس انتجر. تمام، ده منطقيا يعني. يبقى انا اذا في السطر اللي فات ده كله، الثلاث سطور دول كان الهدف منهم ان انا هخزن قيمه الطالب وبعد كده هحول القيمه ديت لقيمه انتجر عشان خاطر اشتغل بيها. ده بالنسبه لاول متغير خلصنا منه. طب المتغير التاني دوت اللي هو الاري، تعال ننزل له تحت. الاري دوت اللي هو مارك اري ده عبارة عن ايه، هقول له بي ايكوال نيو اري، روح يعمل لي مصفوفة، المصفوفة ديت فيها عدد من العناصر، المفروض ان اكتب مثلا 5 او 6 حسب عدد الطلاب اللي انا عايزهم اللي انا احط درجاتهم. طب ما انت اصلا جبتهم، جبت النمبرز اوف ايه، النمبر اوف ستودنت، انا المفروض بكتب لهم 4، مش ده الصح الشغل بتاعي بتاع المحاضره اللي فاتت؟ بقول له عدد، بقول له المارك اري ديت اللي هي المصفوفه بي ايكوال نيو اري اوف اليمنت، واكتب عدد الايه العناصر. طب ما انت عدد العناصر جبتها عن طريق البرومبت، يبقى تحط هنا بدلها ايه المتغير اللي هو نمبر اوف ستودنتس. كتبت في البرومبت 4، كتبت 5، هيتحول الكلام ده لايه، لعدد عناصر المصفوفه الجديده اللي اسمها مارك ايه اري. ما فيش اي مشكله خالص، يبقى احنا كده خلصنا السطر ده كمان. يبقى الجزء اللي فوق، جزء سوري الجزء اللي فوق بجيب منه البيانات بس بتاعت الايه الطلاب. اول حاجه بجيب عدد الطلاب، تاني حاجه بنشئ مصفوفه بعدد الطلاب ده عشان احدد الايه الدرجات بتاعتهم. طيب كده لحد الان جميل. فاكرين فور اللي احنا استخدمناه المحاضره اللي فاتت؟ هي نفس الطريقه، هستخدم فور هنا عشان خاطر اجيب بيها الفاليوز، اجيب بيها القيم، وهستخدم فور مرة تانية علشان خاطر اجيب بيها، اعمل بيها عملية الايه الطباعة. احنا كده اعتبر كده تقريبا خلصنا المثال بتاعنا، ما فيهوش اي فكرة جديدة خالص. الفكرة بس الجديدة كانت في السطرين اللي فوق دول، كام سطر اللي فوق دول. طيب الفاليو، انت هتكتب القيم بتاعت المصفوفة. احنا وصلنا لحد الان احنا عندنا مصفوفة، المصفوفة دي فيها خانات فاضية، كام خانة انت اللي بتحددها عن طريق البرومبت، صح كده؟ طبعا افترض ان انا عندي 3 خانات فاضية، روح حط لي بقى 3 قيم، 3 درجات للطلاب. طب احط الكلام ده ازاي؟ عن طريق فور. اول حاجه اروح احدد الانيشال فاليو، الانيشال فاليو ديت هقول له var، روح اعرف متغير اسمه student،
وحط في القيمة كام؟ زيرو. يبقى أول حاجة عندي الإندكس بتاعي هنا بزيرو، هيفضل يلف من زيرو لحد كام؟ من زيرو مثلا لحد تلاتة، يبقى زيرو واحد اتنين تلاتة، هيلف 4 مرات. هنشوف، هيقول لي student اللي هو الستودنت ده لازم يكون الشرط بتاعي عشان خاطر الفور دي تقف ما تشتغلش تاني، لازم يكون اقل من النمبر اوف ستودنت. طب النمبر اوف ستودنت بكام؟ بتلاتة، يبقى مرة بزيرو ومرة بواحد ومرة باتنين، يبقى انا كده عندي تلات عناصر، لان التلاتة لو قلت هنا تلاتة، التلاتة مش اقل من التلاتة ولا حاجة، بتساويها، يبقى هيقف لحد العنصر التاني زيرو واحد اتنين، ده في حالة لو انت كتبت النمبر اوف ستودنت بكام؟ بتلاتة. تمام، يبقى يلف 3 لفات، اللفة الأولى زيرو، اللفة التانية واحد، اللفة التانية، اللفة التالتة كام؟ اتنين، زيرو واحد اتنين. تمام، وطبعا هنا الانكريمنت اللي احنا حفظناه خلاص كل مرة بيزود على الانيشال فاليو كام؟ بواحد. طبعا انت ممكن لو حبيت تزود زود زي ما انت عايز، بس مش في المثال بتاعنا ده. فانا لما بخلي الانكريمنت عادي جدا بيكون بواحد، يبقى ستودنت بيكوال ستودنت زائد واحد، اول مرة بزيرو، تاني مرة هيبقى زيرو زائد واحد بواحد، المرة الأخيرة هيبقى 2 زائد 1 بكام؟ ب3. تمام، في كل مرة روح بقى طلع لي برومبت علشان تسألني عن درجة الطالب، هتقول لي ويندو دوت برومبت، وتحط الايه الجملة اللي انت عايزها، انتر ستودنت مارك، حط درجة الايه الطالب. هتروح تخزن الكلام ده فين؟ هتروح تخزن الكلام ده طبعا داخل عناصر المصفوفة. العنصر الأول اللي هو مارك الري اوف 0، مارك array of 1 مارك. طب احنا نعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ال student، مش ال student دي قيمة متغيرة، مرة بزيرو، مرة بواحد، مرة باتنين، مرة بتلاتة، وهكذا، لأن أنا بعملها increment، صح كده؟ فأنا بقول له مارك array of student، يبقى مارك array of 0، مارك array of 1، مارك array of 2، كل مرة يروح يخزن في العناصر ديت هيخزن القيمة اللي هتطلع منين؟ من البرومبت. ده اللي احنا خدناه المحاضرة اللي فاتت، مفيش أي جديد. اخر حاجه هستخدم نفس فور بالظبط، مفيش اي اختلاف، هي كوبي بيست من اللي فوق، ولكن الاختلاف في السطر ده، والسطر ده برضو احنا عرفناه من المحاضره اللي فاتت. دوكيمنت اري، روح اطبع لي المارك اري اوف 0، مارك اري اوف 1، مارك اري اوف 2 اللي هو هنا ايه ستودنت، وكل مره روح انزل لي بريك لاين. هو المثال اللي فات، ولكن الفكره بس شويه مختلفه. الفكره عباره عن انك انت بيطلع لك برومبت، البرومبت ده بيسالك عن عدد الطلبة عندك، بتحدد عدد الطلبة، بعد كده بيطلع لك بناء على العدد دوت بيطلع لك array، الاراي دي بتبقى في صورة برومبت، البرومبت ده بيسألك عن درجات الطلاب اللي انت حددتهم، انت حددت 3، فيطلع يسألك 3 مرات تاني، هيقول لك درجة الطالب الأول والتاني والتالت، ويخزن الكلام ده في اندكس في array، هيخزن الكلام ده اسف في array، الاراي دي هي اندكس، يبقى array of 0، array of 1، array of 2، وبعد كده بناء على الكلام ده هيروح يطبع نفس القيم دي تاني. هروح اجرب البرنامج بتاعي، اقول له ران، زي ما اتفقنا اول برومبت هيطلع لي هاو ماني ستودنت دو يو هاف، هقول له مثلا عندي 3 ستودنت، عندي 3 طلاب، اول ما اقول له اوكي لازم يطلع لي بناء عليه 3 برومبت. لو كنت كتبت في البرومبت الاول 10 هيطلع لك 10 برومبت اللي هي عناصر ايه؟ عناصر المصفوفه. بيقول لك دخل الدرجه بتاعه الطالب، هقول له اول طالب ب 10، بعد كده تاني طالب جاب 20، أقول له أوكي، تالت طالب جاب 30، وأقول له أوكي، يروح يطبع 10 20 30. هو ده المثال بتاعنا، ما فيش أي مشكلة خالص، عرفت متغير، بعد كده عرفت مصفوفة، المصفوفة ديت هشتغل بيها، هحدد عناصرها باستخدام فور. طيب نروح للمتغير، المتغير ده هيطلع لي برومبت، البرومبت دوت هنا أو في الجزء ده، البرومبت ده يسألني عن عدد العناصر بتاعة عدد الطلاب، هحدد عدد الطلاب واخزنها في number of student، بعد كده المصفة بتاعتي هتتحدد بناء على number of student، هتتحدد عناصرها، هتتحدد الاليمنت بتاعتها، مثلا 3 هتبقى الاري بتاعتي عناصرها 3. تمام، هستخدم فور عشان احط القيم، وهستخدم فور عشان خاطر اطبع القيم بتاعة المصفوفة. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.